بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدا اليوم باتوم اوربيتال وهي حلول معادله شرودنجر. each atomic orbital labeled by a set of quantum number، يعني كل مدار ذري حول النواه يوصف باعداد كم يرمز لها n l m l and m s which represent the solution of Schrodinger equation. راح نبدا ب n اللي هو the principal quantum number ويأخذ ارقام صحيحه 1 to 7 بترمين الصفة التي يحددها أو يعطينا إياها أو نستفيد من قيمة N هي determines the energy level of orbital and the size، يعني يحدد لنا الطاقة يحدد لنا الحجم. L اللي هو second quantum number orbital أو azimuthal quantum number يأخذ الأرقام من 0 إلى n ناقص 1، يعني كعدد l يساوي n. فمثلا n 6، n لما تساوي 6 l راح تأخذ من 0 إلى 5 وهذول 6 أرقام، وهذه الأرقام يرمز لها بالرموز التالية small s small p d f g h إلى آخره. determines the shape، إذن الصفة اللي حددها هنا الشكل على المدار الذري and the orbital angular momentum of the electron. 3 ml magnetic quantum number ويأخذ الأرقام من ناقص L إلى زائد L، هذه L وليس واحد. gives information about directionality or orientation of an atomic force. S spin quantum number determines the magnitude of the spin angular momentum of an electron and has value of plus half or minus half. But magnetic spin quantum number gives a value of plus minus half. Given that the principal quantum number is equal to write down the allowed values of L and ML and determine the number of atomic orbital possible for N equal 3. يعني السؤال تكون من شقين، لأن تساوي 2 لأن تساوي 3. بس سريعا نعيد على N و L و ML. N تمثل الشل اللي هو المستوى الكامل، مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث. L represents sub shell يعني المدار الثاني أو المستوى الثاني يقسم إلى فلك أسفل فلك تحت، المستوى الثالث يقسم S و P و D وهكذا. ML represents orbital represents الأفلاك، فمثلا PX PY PZ PXY إلى atomic orbitals number of atomic orbitals تساوي n ناقص 2. فمثلا n تساوي 2 حيطلع معي 4 orbital، ايش هما؟ s و3 من b px py pz. المستوى الثالث حيطلع معي 9 s و3 b هي 4 و5 من d هي 9. طيب for n equal to l equal 0 and 1 يعني n تساوي 2 l تأخذ من 0 إلى 1 ناقص 1 اللي هي لكل قيمة l قيم ل ml. ف ml هنا 0، ml بالنسبة ل l 1 تساوي ناقص 1 و 0 1. حكينا في المرة الماضية إن l تساوي 0 رمزها s، بالتالي ml هتعطينا إنه ال s orbital 1، بينما l تساوي 1 رمزها p. من خلال قيمة ml راح نستدل إنه عندي p 3 أفلاك px py and b. إن تساوي 3 إلا لها 3 قيم اللي هم 0 و1 و2 بنفس الطريقة. إن ال 0 يعني أوربيتال 1، إن ال ناقص 1 3 أوربيتال، وإن ال هون من ناقص 2 إلى 2 يعني 5 أوربيتال، يعني الدي يقسم إلى 5 أفلاك زي ما كنا نشوف. نمبر أوف إلكترونز إن أوربيتال، إذا بدي توتال نمبر إلكترون إن أوربيتال أنطبق هذا القانون 2 إن سكوير 2 إن سكوير. في المدار الثاني 7 8، الثالث 18 أند سو. If ML has value of minus 1, 0, plus 1, write down corresponding value of L. كديش قيمة L المرافقة لهذه القيمة؟ واضح جدا انها تساوي 1. If L has value of 0 لحد 3, deduce the corresponding value of N. يعني قرر ايش هي قيمة N طالما وصلنا ل 3، اذا انها تكون أكبر. If n equal 1, what are the allowed value of L and ML? 0. تالي L هتكون 0 and L 0. Complete the following sets of quantum number. عندي فرع، الفرع الأول n تساوي 4،
ال تساوي صفر، ال ام ال كم؟ ام ال ما لهاش علاقة فيها، ام ال مرتبطة ب ال، وبالتالي بما ان ال هنا اخذنا فقط حالة الصفر اذا ام ال ايضا صفر، وهون ثلاثة واحد اذا ام ال ناقص واحد صفر موجب واحد في الحالة الثانية، في الحالة الأولى أخذت صفر اعتمادا على قيمة ال، في الحالة الثانية أخذت من ناقص واحد إلى واحد اعتمادا على قيمة ال تساوي واحد. Using the rules that govern the value of quantum number n as l, write down the possible type of atom for n equal 1, 2, 3. يعني هون اعتمادا على القواعد اللي اخذناها بالنسبه لاعداد الكم n و l، اكتب atomic orbital لكل من n 1 2 3. The allowed value of l are integers يعني ارقام صحيحه between 0 ل n ناقص 1. بالتالي for n equal 1 l تساوي 0. إذن the only atomic orbital allowed 1s، بينما 2 هيأخذ 2s و 2p، 3 3s 3p و 3b. Write down the possible type of atomic orbital for an equal 4. 4s 4p و b و f. منين جبنا هذا الرموز؟ من خلال n. طيب لما يقول لي اعطينا الـ possible atomic orbital، الاوربيتال اللي حددها حكينا l، وبالتالي راح اخذ قيم l واعطي رموزها، فالصفر s والواحد p الى اخره، واحط الـ n المظلمه n 5 هو الـ 5 5s 5p الى اخره. Which atomic orbital has value of n equal 4 l equal 2؟ 2 يعني d، وبالتالي راح يكون السيمبل تاع هذا الاوربيتال 4d. 4 من خلال قيمة n و d من خلال قيمة l تساوي 2 يعني d. Given the three quantum numbers that describe 2s atomic orbital، ما هي أعداد الكم الثلاثة التي تصف 2s؟ 2 يعني n تساوي 2، وال s يعني l تساوي 0، وبناء عليه ال m l أيضا تساوي 0. Which quantum number distinguish the 3s and 5s atomic orbital؟ s و s، l و m l متساويات، إذا فقط هي قيمة n. إذا إن هو اللي راح يميز بس تقولش يعني يميز. سؤال آخر، write down two possibilities of quantum number that describe an electron in a 2s atomic orbital which is the physical significant of these two sets. هون 2s atomic orbital is defined by the set of quantum number in 2 in 0 in 0 but one of them have ms موجب نص والثاني هيكون ناقص. إذا the two electron would be spin paired، راح يكون مع بعض في نفس الوقت. هذا هوم وورك، يا ريت الجميع يحاول فيه قبل ما يكشف الاجابات، يعني يقفل الفيديو هون ويبدا يحل وبعدين يقارن الاجابات اللي راح تطلع الان معنا. Write down two possible sets of quantum number to describe an electron in a 3s atom orbit. طبعا ان 3 اس يعني ال 0، ال 0 يعني ام ال 0، ام اس موجب نص والثاني ام اس راح يكون ناقص نص، بما انه يحكي عن 2 الكترون 2 بسبب 6 احتماليه. If an electron has the quantum number n تساوي 2 ال equal 1 ام ال minus 1 and ام اس plus نص، which type of atomic orbital is it occupy؟ طبعا ان 2 سوري يعني 2 و ال 1 يعني p، وبالتالي 2p يعني px ولا py ولا pz، هذا يعتمد على قيمه ال. اذا اعتمدنا ان من اليسار اليمين ها ام ال ناقص 1 0 موجب 1 px py pz، وبالتالي اقول هذا 2px. اذا اعتمدنا اتجاه اخر 2py او 2pz، اذا هي واحد من ال 2p. أنا الكترون has quantum number n equal 4، l equal 1، m l equal 0، and m s equal plus half. Is the electron in a 4s, 4d or 4d atomic orbital؟ طيب بما انه m l l تساوي 1، اذا هو بيطلع في p بس، بالتالي حيكون 4. Write down a set of quantum number that describe an electron in a 5s atomic orbital. How does this set the quantum number differ if you are describing the second electron in the same orbit؟ طبعا بدي اعداد الكم المختلفة n small، n small تساوي 5، l تساوي 0، و ms تساوي موجب نص او ناقص نص.
ground state of hydrogen atom. هون بيقول لي إنه الانرجي the most energetically favorable أو stable state of hydrogen إنه الإلكترون السينجل إلكترون يكون موجود في الون أس وهو lowest energy أو ما تسمى ground state of hydrogen. The electron can be promoted to higher energy orbital to give excited. يعني يستطيع الإلكترون ينتقل إلى مستوى أعلى وعندها يسمى إنه excited state. The quantum mechanical أو wave mechanical model تقول إن الإلكترون is viewed as standing wave. This representation led to a series wave function. هذا يقودنا إلى أن الإلكترونات يتولد عنها مجموعة من الأوربيتالز، مجموعة من الأفلات حول النواة واللي هي كنا حكينا عن الويف فانكشن. That describes the possible energy والتي تصف الطاقات المحتملة لوجود هذا الإلكترون انتشار حول النواة. In agreement with Heisenberg and certain principles, the model cannot specify the detailed electron motion. يعني اعتمادا على مبدأ هايزنبرغ للاستبعاد ما نقدر نحكم 100% على حركة الإلكترون بالتفاصيل المهمة أو الدقيقة جدا. Instead of square the wave function represents, وإحنا كنا عرفنا إنه الساي سكوير كانت تعبر عن احتمالية وليس لك مكان محدد 100% للإلكترون أو زمن معين. This allows to picture orbital in term of probability. راح يعني نطلع على 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 صورة الأوربيت على صورة الفلك بأنه بلغة probability distribution الانتشار أو الاحتمالية أو الكثافة الإلكترونية حول النواة. The size of an atom, the size of an orbital is arbitrarily defined as the surface of containing 90% of the total electron probability. يعني بدي أقول إنه حجم الفلك يقاس ب وين الإلكترون موجود معظم وقته، 90% من وقته موجود على هذا البعد من النواة، إذا هذا هو حجم الأوربيتال الأول، لأن قلنا الأوربيتال مش خط ولا هو حد ثابت، بل هو عبارة عن كثافة إلكترونية حول النواة. The hydrogen atom has many types of orbital in the ground state in single electron sphere. In the 1s orbital, the electron can be excited to higher energy orbital if energy is put into the atom. إذا وضعنا طاقة على النواة، وبالتالي رح يصير انتقال الإلكترون مستوى أقل طاقة للمستوى الأعلى طاقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.